اجاني يوم انا شفت ايش نوم بلون عينيك وصفان بحكي مع الحيطان ومع النجوم صفن في صامي مع القهوة الشمس الشتا الجو مقلوب جذبيا عاد ما تفوقت بعثر خيالي مع الحروف غطت صورنا على الرغوة بحياة العشر اللي ما بينا ابوس عينيك تسامحني ما قصدتش اشرح اترك فيك بعز علي انا تكرهني خلطنا بدل المرة اتنين عتمد تلاتة على الاتنين بس فكر فينا احنا الاتنين رح نطوي الشمس بعز الليل هاي مش شمسية هاي ما ضالة هاي مش متمسكة فيك الطل هاي زي كل مرة لما بفكر فيك هاي مش صوت حطو بنشيك هاي مش أغنية هاي مطل هاي عماني بتقرأ المطار هاي زي كل مرة لما بفكر فيك هاي الصوت في حطو بالنشيك بحس دائما المساحة الإنسان بنفرد فيها مع حاله وبكون لحاله بقدر يطوع المهارة اللي عنده لأي أداة ممكن تكون في إيده يعني دائما السكيل أقوى بتحسها من التول لما تكون جاي من وجهة نظر واحدة مستحيل يختلفوا عليها اثنين تطلب قرض مستعجل مش عارف شو بدك تساوي بين دينك على بعضك بالمستقبل بنكك خاوي عم تطلب قرض مستعجل مش عارف شو بدك تساوي بين دينك على بعضك بالمستقبل بنكك خاوي فيش أهل للمتير فيش عيلة المتير بنزلش بيطلع وبيسألش مصاري 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 وين ما تلف بتلاقي مصاري نام في البيت وصحيت في براري نام في البيت وصحيت في براري للمتير فيش أهل للمتير فيش عيلة المتير بنزلش بيطلع وبيسألش مصاري 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 وين ما تلف بتلاقي مصاري نام في البيت وصحيت في براري نام في البيت وصحيت في براري عم تحلم احلم يقظة بدلة ركض فراري
وإذا في المستقبل نظرت جيل جواد متكاسل عم تحلم محلم يقظة بعد اللي تركته فراري. وإذا في المستقبل نظرت جيل جواد متكاسل ما تجيبها ما تجيبها للمدير فيش أهل للمدير فيش أهل المدير بنزلش بيطلع وبسألش مصاري 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 نام في البيت وصحيت في براري وين بتلف بتلاقي مصاري نام في البيت وصحيت في براري.